بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الحديث عن نظريات الترجمة، وحديثنا اليوم سيكون عن نظرية سكوبوس. نريد أن نذكركم بقضية مهمة، وأرجو مراجعة الفيديوهات السابقة. كان هناك من دراسات الترجمة التركيز على الإكويفالنس، وقلنا إنها نظرية الإكويفالنس هناك انتقادات عليها، فظهر باحثون آخرون لينظروا إلى الترجمة من منظور لا علاقة له بالإكويفالنس. فإذا سكوبوس ثيري لا علاقة لها بالإكويفالنس، لا من قريب ولا من بعيد. تحدثنا قبل ذلك عن النظرية اللغوية العرقية، وأرجو الاهتمام بذلك الفيديو لأنه يوضح بعض المصطلحات التي لا أريد أن أعيد شرحها هنا، فرجاء الانتباه إلى ذلك. قد تكون بعض المعلومات يصعب فهمها إن لم نسمع الفيديو السابق. سكوبوس ثيري، نظرية في الترجمة، بداية هي نظرية ألمانية، والألمان عادة يعني الذي لاحظته عليهم أنهم يذكرون عادة أسماء النظريات بأسماء لا علاقة لها باسم الشخص، يعني يذكرونها على أنها اسم مدرسة. فمثال ذلك، سكوبوس هي كلمة يونانية، تعني كلمة سكوبوس تعني الغاية، فهي إذن النظرية الغائية في الترجمة، بدلا من أن يسموها نظرية فلان أو نظرية كذا. أخذوها من اللغة اليونانية، لا أعرف ما هو السبب، هم يعني هذا شأنهم. يذكرنا ذلك أيضا في نظرية في علم النفس اسمها الجشتالت، جشتالت معناها الكل، فهي ليست منسوبة إلى شخص معين، إنما منسوبة لفكرة، لمفهوم. هذه طريقتهم. نظرية سكوبوس أيضا فيها شيء يميزها عن النظريات الأخرى، وهذه نقطة علامة فاصلة يعني تفصلها عن النظريات الأخرى. النظريات الأخرى هي نظريات تتعلق بالنص، يدرسون النص، يحللون النص، ينظرون فيه وكيفية أثره في الترجمة إلى آخره. ولكن سكوبوس ثيري أهم شيء فيها، ما يميزها عن كل النظريات، يعني أنها قريبة إلى سوق العمل. هذه نقطة حاسمة، يعني مبدأهم ابدأ بسوق العمل وقل لي ماذا يحدث هناك، ثم بعدها ضع النظرية التي تريد. لكي أبدأ بنظرية سكوبوس أيضا، أود أن أستذكر معكم، مع الأخوة الذين حضروا اللقاء الذي تشرفنا به مع أخينا المترجم وصاحب شركة في الترجمة الأستاذ عماد الصفدي. تحدث إلينا في ذلك اللقاء عن أشياء كثيرة مما يعملها بسوق العمل. لفت انتباهي مما ذكره لي، وأعتقد أنه شرحها أيضا في اللقاء الذي سجلناه وقتها وموجود على قناتنا على اليوتيوب. قال: يأتي العميل إليه ويقول له: أعطني الترجمة، فإذا ما قارنتها مع جوجل مثلا، وحتى لو أنها صحيحة ووجدت أنها مطابقة، سأرفضها. هذه واحدة. اثنان، يقول عماد الصفدي: في فترة الكورونا، عندما بدأت كورونا وأصبح هناك إغلاقات وحظر تجوال، قال: بدأت مباشرة بالتركيز مع فريق المترجمين لدي بأن نطلع على أحدث المعلومات عن الكورونا، لأننا سنترجم حول هذا المجال فيما بعد، فيجب أن نكون مستعدين لهذا الشيء. يقول أيضا الأستاذ عماد الصفدي إنه قبل أن نذهب إلى أي مؤتمر للترجمة أو قبل أن نترجم أي شيء مكتوب، نسأل العميل دائما، ونحن على علاقة مع العميل مباشرة، نطلب إليه أن يوضح لنا ما يريد، ثم نضع الترجمة وفقا لما يريد العميل. فهذا هو المبدأ المهني، أنك ترضي العميل دائما بما يريد. فهذه القضية يعني تطرح سؤالا، لنفرض أن العميل طلب إليك أن تتقيد بالحرف، تتقيد بالحرف، هذا ما يريد. لنفرض أن العميل طلب إليك أن تتحرر في الترجمة وأن تدخل معلومات من عندك، هذا يحدث، هذه رغبة العميل. إذا هذه القضية، رغبة العميل، ما يريد العميل، وتوجيهات العميل، هي التي يعني تشكل العلامة الفارقة مع نظريات الترجمة السابقة التي تحدثت عن الإمانة والخيانة في الترجمة. لقد حدث في إحدى المؤتمرات التي شاركت بها بورقة عمل، وتحدثت عن أشياء لم أكن وقتها مطلع على سكوبوس ثيري، ولكنني من ناحية البديهة ومن ناحية واقع عملي في الترجمة، قلت إننا عندما نترجم لابد من أن نتصرف. فكان لدي نص وقتها عرضته، ذلك النص عن الخطة التنموية، وقالوا إننا أصحاب الخطة جلسوا إلى الفئات الشبابية وغيرها وكذا، ثم نظروا في الخطة وأعادوا صياغتها. فأنا أضفت من عندي كلمات،
قلت فيها إن الاجتماع كان مالتي ستيك هولدر ميتينج، هذه واحدة. ثانيا أضفت من عندي أنه من أجل إضافة الأكاونتابيليتي والترانسبيرنسي، هذه الكلمات. سئلت لماذا أضفت هذه الكلمات، وقيل لي أين هي الأمانة والخيانة في الترجمة، فأجبتهم إن المثال الذي طرحته هو كان مثالا افتراضيا، افترضت فيه أن العميل قال لي هذه هي اللغة العربية وأنا لا أحسن الكتابة بالعربية، حبذا لو أنك إذا فهمت النص بطريقة أفضل أن تقدمه بما يقبله الإنجليز. وأفترض في ذلك المثال الافتراضي أنني تحدثت إلى العميل أكثر، فقلت له ماذا تريد، ماذا كذا، ما هي شركتك، ما هي مؤسستك، فتبين لي في النهاية أن هناك حديثا كبيرا حول هذه المؤسسة وحول خططها، وكان هناك تساؤلات لماذا لا تشركون الناس في الأمر بوضع خططكم. فأردت أن أبرز ذلك في الترجمة، فوفقا لهذا المثال الافتراضي الذي فعلته، يعني كله افتراضي الآن، يعني لأن تعرفون أن أي شيء في النظريات يبدأ إما بأشياء واقعية تراها أو افتراضات، فأنا أضع افتراضات بأنني افترضت أنني جلست إلى العميل وأخبرته أنني سأفعل كذا وكذا وكذا، فوافق على ذلك، فتغير النص العربي وتغير النص الإنجليزي. هذا السياق الذي أعطيكم إياه إذن يواجه قضية الخيانة والأمانة في الترجمة. لم نعد نتحدث عنها، لما نتحدث أيضا عن سكوبوس ثيري لا يوجد شيء اسمه الأمانة والخيانة في الترجمة، لا يوجد شيء اسمه رغبة العميل، ويوجد أنت دورك أنت، يعني أنا لدي قوة، هذا الشيء لم يكن موجود في نظرية الإكويفالنس. ركز عليه كثيرا الدكتور أكرم سعد الدين في النظرية اللغوية العرقية، ركز على أن الترجمة يعني أين هو دور المترجم. سكوبوس ثيري تعطي دورا قويا للمترجم، أنه إنسان يعني يفهم شغله، وأن النص الأصلي قد لا يكون صحيح للترجمة، فتتحدث إلى العميل وتخبره وتعدل وتبدل. من خبرتي العملية أستطيع أن أقول لكم حدث معي ذلك عشرات المرات، كنت أتحدث مع العملاء أقول لهم يا أخي أنت في الجملة الفلانية هذه إذا ترجمتها في الإنجليزية كما هي يعني تخسر كل شيء، يعني لا يوجد فيها أي منطق. حدث معي إحدى المرات عقد اتفاقية بين جهتين، فأنا ترجمتها حرفيا، لكنني أرسلت إلى العميل وقتها، هذا الكلام من 10 سنوات، قلت له اسمع، هذه ترجمة حرفية لأنك أنت طلبت مني، ولكني أخبرك أن الترجمة هذا العقد بهذه الطريقة وبهذه الصياغة التي قدمت لي لا يوجد لها أي أثر قانوني، وأنه إذا حدث هناك خلاف بينك وبين الشخص المتعاقد معه ستفقد كل حقوقك في المحكمة. وأعطيته الدليل، أعطيته 21 ملاحظة عن الترجمة من ناحية قانونية. قلت له لست محاميا لكنني أتحدث من خبرتي في عملي الترجمة القانونية، هذا ما أعرف، تستطيع أن تستشير محامي آخر. فقال لي سأدرس الموضوع، تحدث إلى محامي وثبت هذا الكلام. أنا تفاجأت بأنه رد علي قال أخذنا 21 نقطة في الاعتبار. أنا تفاجأت صراحة، مفاجأة سارة لي، توقعت أن أخذ ملاحظة ملاحظتين أو ثلاثة، لكنه أخذ كل شيء. قال وها نحن الآن غيرنا العقد بالكامل. قلت له الآن الأمور تمام، ترجمناها وكانت الأمور على ما هي. حدث معي أيضا في مرة أخرى نص بالإنجليزي العربية مقالة، نظرت في النص يعني هناك جمل مكتوبة بطريقة معينة بالإنجليزية وهي مقالة يجب أن تترجم كما هي، فأرسلت إلى العميل قلت له اسمع، يعني حتى لو عملت كل بلاغة اللغة العربية وكتبتها وفقا للحدود النص الذي ذكرته أنت لن تصل الفكرة إلى القارئ العربي من خبرتي بذلك. فقال لي ماذا تقترح؟ قلت له فقط أخبرني ماذا تقصد في الجملة الفلانية، أعطيني بارافريز، أعطيني ريفريز. فأعطاني العميل توضيح للجملة أو إعادة صياغة لها لي أنا، فقلت له سأترجم إعادة الصياغة، أنا لن أترجم الجملة الأولى، فوافق على ذلك وترجمت أنا ما أعاد صياغته لتكون مناسبة. دوري أنا إذن كما هو، عندنا نص باللغة الإنجليزية الذي كتبه إنجليز، ما هي ثقافتهم؟ اللغة الإنجليزية، أليس كذلك؟ هو ينتمي، الإنجليز ينتمي إلى الثقافة الإنجليزية، أنا بالنسبة إلي عربي أنتمي إلى الثقافة العربية، فعندما أقرأ النص الإنجليزي أنا أوتسايدر، لست من الثقافة الإنجليزية، فإذا أنا أوتسايدر. قرأتها فهناك في أشياء لم أفهمها، لماذا؟ لأنني أنا أوتسايدر. فطلبت من العميل اللي هو إنسايدر داخل الثقافة أن يشرح لي هذه الأمور،
شرحها لي ففهمتها. الآن قلت له شكرا لك، ذهبت الآن إلى اللغة العربية لكي أنظر بالطريقة التي يتقبلها العرب، فوضعت الترجمة بما يناسب الفكر العربي لتكون الترجمة مقبولة وصحيحة. فهذه هي الفكرة الأساسية، وهذا هو المنطق، وهذه هي الفلسفة التي استخدمتها، وكل ذلك بموافقة العميل. فإذا قضية الأمانة والخيانة في الترجمة أصبحت قديمة، لا نركز عليها، نحن نركز على تفاهمك مع العميل، وهو الذي يخبرك بماذا تترجم. فهل تترجم ترجمة حرة؟ ممكن. ترجمة بتصرف؟ ممكن. ترجمة adaptation؟ ممكن. ترجمة حرفية؟ ممكن، ما دام أنك تحافظ على هذه العلاقة. كل ما ذكرته لكم هو من واقع العمل الذي أعمل به الآن، وأعتقد أن كثيرا من زملائي يتفقون معي في ذلك. أنا لا أستطيع أن أعمم، لأننا من الناحية العلمية لا نستطيع أن نعلم إلا نعمم إلا إذا عملنا دراسات لها أول ما لها آخر. فلا أريد أن أعطي تعميما زائفا، لكنني أقول هذا ما يحدث معي شخصيا، وهذه الأفكار التي تخطر ببالي. ما علاقة ذلك في سكوبوس؟ قبل أن أذكر سكوبوس، هذه المعلومات ألمحت إليها في النظرية اللغوية العرقية ودور المترجم. الآن أستطيع أن أتحدث عن نظرية سكوبوس. نظرية سكوبوس من ألمانيا. فكروا معي، ألمانيا هي دولة عملية، تحب العمل، تحب سوق العمل، تحب الماكينة، تحب التصنيع، فهم هذه طريقة تفكيرهم. التقيت شخصياً بالأشخاص المعنيين بالترجمة في ألمانيا، التقيت شخصيا بكريستينا نورت، وهي من أصحاب نظرية سكوبوس أيضا، وكنت أسمع منهم وكنت أتحدث إليهم، فكانوا يتكلمون كل كلامهم حسب انطباعي الشخصي أنه له علاقة بسوق العمل. قد أكون مخطئ، لكن أنا ما أعتقد أنه له علاقة بالتعامل مع سوق العمل. فإحدى المرات إحدى الجامعات الألمانية طلبوا لي أن أرشح لهم شخصا ليعلم عندهم الترجمة في مساق معين. قلت لهم ما الشرط؟ قالوا لدينا شرط واحد فقط، أن يكون مترجما أو أن يكون لديه مكتب ترجمة، ولا نريد شخص بدون خبرة، نريد شخص يترجم ليعلم الناس ما يترجم، هذا ما نريد. فهذه هي من الأفكار التي لدينا. تعالوا نقرأ الآن سكوبوس ثيري. سكوبوس ثيري معناها الغاية، وهي الترجمة الغائية، يعني أن لكل شيء غاية، لكل شيء غاية. هذه فلسفة بالتليولوجي، إذا رجعت عليها بعلم الفلسفة، بعضهم يقول لكل شيء غاية، وتأثرت فيها نظرية سكوبوس ثيري. أيضا نظرية سكوبوس ثيري من الناحية الفلسفية متأثرة بالكونستراكتيفست، كونستراكتيفست أبروتش، وليس بالبوزيتيفست أبروتش. مثلا انظروا أيضا في فلسفة الكونستراكتيفست، لن يأخذ معكم وقتا طويلا للبحث عن الكونستركتيفيسم، موجودة في الإنترنت والأفكار سهلة، يعني ليست صعبة لفهمها. إذا هذه نظرية متخصصة في ماذا؟ في دراسات الترجمة. ما معنى دراسات الترجمة؟ دراسات الترجمة هي الدراسات البحثية التي يعملونها كميا ونوعيا من أجل فهم الترجمة، ومن أجل فهم طريقة الترجمة، ومن أجل فهم ما يفعله المترجمون إلى آخره، تسمى دراسات الترجمة. مبدأها الرئيسي Prime Principle هي الغاية، أن لكل فعل غاية، Purposeful Action، لكل فعل غاية، لكل فعل غاية في الترجمة، وأن الغاية هي التي تحدد استراتيجية الترجمة. تعالوا نفكر، يأتي الإنسان فيقول لي هل أترجم ترجمة حرفية ولا ترجمة حرة ولا بالتصرف ولا إيش بالضبط؟ تجيبنا هذه النظرية تقول أولا قل لي غايتك لأخبرك ماذا تفعل. فأنا عندما كانت لدي المقالة أريد أن أترجمها للعميل، العميل يريد مني أن تكون مثلا المقالة الإنجليزية ستنشر مع المقالة العربية. فهمت النص، فهمت الغرض. فإذا أقول سأستخدم الترجمة الحرفية. في أثناء الترجمة واجهتني مشكلة في بعض العبارات التي شعرت أنها غير مفهومة بالعربية، ولا غير مفهومة، أنا مش فاهمها بالإنجليزي لحتى أترجمها للعربي، وأعتقد أنني إذا ترجمتها حرفيا لن تفهم أيضا بالعربية. فعندها تدخلت وسألت العميل ما الغاية من ذلك، فعندما تحدث لي عن الغاية من ذلك ماذا فعلت؟ استخدمت الترجمة بتصرف بعد موافقته. الترجمة بتصرف استراتيجية، الترجمة الحرفية استراتيجية، كيف نستخدمهما؟ وفقا لنظرية سكوبوس يجب أن تحدد الغاية، وبعد ذلك تستطيع أن تعمل.
نأتي إلى السؤال الآن، من الذي يحدد الغاية لك؟ سنتجه إلى ذلك بعد قليل. تتحدث النظرية وأصحابه يتحدثون عما يسمى بترانسليشن بريف. ترانسليشن بريف أو directives يقول: من أجل تحديد غاية الترجمة علي أن أحصل على التعليمات من العميل بالحرف الواحد، هكذا ما يقولون. يجب عليك أن تحصل على التعليمات من العميل. سأل أحد زملائنا في ذلك اللقاء مع كريستينا نورت، قال: لنفرض أنني أترجم وليس لدي قدرة للوصول إلى العميل، ماذا أفعل؟ قالت له: عليك إذن أن تتخيل في ذهنك أن العميل قد أعطاك تعليمات، وتخيل ما هي هذه التعليمات بأكبر قدرة عقلية ممكنة لديك معقولة، وبعد ذلك ابدأ بالترجمة. المهم لا تترجم بدون بريف، إما البريف أن يقدمه لك العميل، أو اخترع البريف اللي عندك إن لم تكن لديك هذا البريف. ننتقل الآن إلى الشروحات في الويكيبيديا، طبعا هي المقالة من الويكيبيديا فنكتبها. Background، الباكجراوند هو من رواد هذه الفكرة أو النظرية، اسمه هانس جوزيف فيرمير، وهو عبارة عن عالم لغوي نشر مقالته في مجلة ألمانية اسمها ليبند شبراخن. شبراخن معناها اللغات، وليبند معناها الحياة، فإذا اللغات الحياة، في عام 1978. في عام 1978 هذيك الفترة كانت فيها نظرية الإكويفالنس على أوجها، والدايناميك والفورمال إكويفالنس. فإذا جاءت هذه النظرية في وقتها من أجل دحض الإكويفالنس من وجهة نظري هؤلاء المنظرين. فإذا جاءت ذلك، وكان ذلك كانت النظرية في الواقع تبني بعض عواملها وبعض عناصرها إلى دراسات الترجمة التي وضعها جيمس هولمز في خارطة خاصة بترانسليشن ستاديز. جيمس هولمز وضع خارطة، قال: إذا أردنا أن ندرس الترجمة ماذا نفعل؟ فقسم، عمل تقسيمات، فقال يعني ممكن تكون ديسكريبتيف مثلا، ممكن تكون الدراسة، يعني قسمها لعدة أقسام، قد تكون دراسة أكاديمية، قد تكون بروفيشنال، إذا كانت بروفيشنال بتكون من أجل التدريب، كيف تدرب المترجمين، إذا ندرس الترجمة كيف تدرس المترجمين، كيف نعمل الكريتيسيزم، كيف نعمل الـ يعني غير الكريتيسيزم، إنه تنتقد الترجمة، يعمل تنقد الترجمة، كيف تعمل فيدباك إلها وما شابه ذلك. إذا أردت ممكن أن تستخدم الدراسات الوصفية، ممكن أن تستخدم أشياء كثيرة. إذا هو عمل خارطة، هذه الخارطة سوف نعرضها عليكم الآن لتروها، يعني يتحدث عن تفريعات مثل الشجرة تجدونها حتى. نعم، إذا pure or applied اللي هي الدراسات الصرفة أو الدراسات التطبيقية. قال: إذا أردت أن تعمل دراسات في الترجمة تطبيقية، فانظر كيف يدرب المترجم بالتدريب، وليس في التعليم الجامعي إنما بالتدريب عمليا. يعني من بينه قد يكون التعليم الجامعي، لكن الجامعي يكون أكاديميك، يكون له علاقة في الأبحاث. وانظر في المساعدات للترجمة، ما الأشياء التي تساعد الترجمة، وانظر إلى نقد الترجمة. البيور هناك descriptive theoretical descriptive، انظر للبرودكت كيف تتحدث عن الترجمة كمنتج، الترجمة كعملية، يعني هذه التي تتحدث عنها عملية في towards the science of translating يوجين نايدا وغيرهم تحدثوا عنها. انظر إلى الوظيفة، الوظيفة يعني مثل الغاية، وممكن أن تنظر بأشياء أخرى بالتكست تايب إلى آخره. فهو وضع خارطة بالمجالات التي يمكن عمل دراسات في الترجمة من أجلها. فنظرية سكوبوس أخذت شيئا منها. من هم الأشخاص الذين يتحدثوا عن هذا الموضوع؟ سكوبوس ثيري. أكثر شخص مؤثر تحدث عن هذا الموضوع هي كاثرينا رايس، وهناك أيضا هانس فيرمير طبعا هو الذي جاء بها، وأيضا جوستا هولز بانتاري، وأيضا كريستينا نورد التي ذكرتها قبل مدة، هي أيضا من منظري الترجمة في ألمانيا. هنا يأتي الوصف في هذه الفقرة يعرف ما معنى كلمة سكوبس. سكوبس جاءت من اللغة اليونانية بمعنى الهدف، الغاية، فهي أيضا النظرية الغالية، الغائية، النظرية الغائية. يقول فيرمير أن هناك عندما نتحدث عن الغاية هناك 3 غايات ممكن نفكر بها. الغاية الأولى هي أن المترجم يحاول أن يسعى من أجل الترجمة، من أجل أن يحصل على دخل
مهني دخل من خلال مهنتي. لاحظوا الآن، يعني هذا تفكير غائي. عندما قالوا ما أهداف الترجمة؟ الهدف الأول أن تحصل على المال. هذه فلسفة. ونحن بالنسبة لنا في واقع الترجمة العملية، عندما ندرب أي واحد في الترجمة العملية نقول له ما هو هدفك؟ فإذا قال لي أريد أن هواية، أريد أن أتعلم، أريد، أقول له هذا كله لا يهمنا، نحن نترجم من أجل أن نحصل على المال، ثم نبني استراتيجياتنا بالطريقة التي تفيد ذلك. إذا الأفيرمير يحدد 3 غايات، ويتحدث أي واحدة فيها هي النظرية الغائية. إذا الأولى هي المال، أما الثانية فهي من أجل إيصال رسالة ذات هدف، رسالة ذات غاية في النص الهدف، وفقا للظروف التي يتفاهم بها الناس في النص الهدف. ثالثا الغاية هي أن من استخدام استراتيجية في الترجمة مثل الترجمة الحرة أو غيرها من أجل أن نوضح ما هي خصائص النص الأصلي. فهذه أوضحها الآن. بداية هناك مثال أعطيكم عليه بالنسبة للغاية رقم 2، لأن الغاية رقم 2 هي التي تهمنا، communicative. لو أنه مثلا، هذا مثال أضربه دائما ولا أريد أن أغيره، فقط ليعلق الذهن. لو أن لديك إعلان بالعربية عن جمع تبرعات لفيضان في دولة معينة، فستقول يا أيها الناس، أنتم مؤمنون، أنتم إخوانكم كذا، أنتم تؤمنون بالله إلى آخره، يعني أعطونا نقودا، ساعدوا الناس، وتحصل على ذلك وجزاكم الله خيرا. لكن باللغة الإنجليزية، لكي تتمكن من جمع التبرعات يجب عليك أن تقدم لهم معلومات يفهمونها بالإنجليزية. يجب عليك أن تحدد مثلا ماذا حدث، تقول حدث فيضان كذا كذا، ما هو أثره؟ أثر بكذا، تهجر ناس كذا، أصبحوا الآن بالخيام. بعد ذلك من أنت؟ أنا منظمة أعمل في مجال الإغاثة. الآن ماذا فعلت؟ تقول لهم نحن عملنا جهودا وجمعنا تبرعات بقيمة كذا كذا إلى آخره. ماذا ينقصك؟ ينقصني الآن تبرعات أخرى في المجالات الفلانية التي ما زلت أسعى إليها، هذا ضروري وإلا لن يتبرع إليك أحد. ماذا يمكن للقارئ أن يفعل؟ الانستراكشن، قل له $5 تشتري وجبة غذاء. فممكن أيضا أن تقول له مثلا يعني بخيمة تستطيع أن تتبرع بالمبلغ الفلاني إلى آخره. إذا هذه هي الغاية الثانية التي يمكن أن نفكر بها بالترجمة، فكروا بها ضروري. يعني الغاية الثالثة هي إذا ما كان شخص مثلا أراد أن يعلم الناس اللغة الإنجليزية، فممكن أن يترجم حرفيا الجملة الإنجليزية ليخبرهم كيف أن الفاعل يأتي بالبداية، الفعل بعدها، يعني من أجل معرفة الخصائص البنيوية للغة الأصلية. يعني مثلا word for word بتصير بها الحالة هي الترجمة. على كل حال، أما بالنسبة لل نعم، يقول بأنه بالنسبة لموضوع سكوبوس، الهدف السكوبوس، هدف السكوبوس هو الثاني، الغاية هي الثانية، إيصال رسالة اتصالية تصل المعنى وتقدم المعنى الصحيح. نريد أن ننبه، النظرية اسمها سكوبوس، ولكنهم عندما يتحدثون في الترجمة العملية، يعني إذا ما أنت تريد أن تطبق يعني الترجمة، نظرية سكوبوس على ترجماتك، تأخذ نصا فماذا تقول؟ تقول أول شيء أين السكوبوس؟ هيك تسأل نفسك، أين السكوبوس؟ يعني أين هي الغاية؟ إذا السكوبوس اللي داخل نظرية السكوبوس هو في الواقع الغاية الثانية اللي هي رسالة اتصالية، رسالة اتصالية. ماذا يقول؟ يقول الباحث إذن هون أو الباحثون بأنه وفقا لهذه النظرية، الذي يحدث بأن النص الأصلي الذي تريد ترجمه عبارة عن يقدم لك offer of information. ما معنى كلمة offer؟ مرة أخرى نحن نتحدث عن سوق العمل، أليس كذلك؟ يعني بشكل عام، عندما تذهب إلى متجر فهو يعرض بضاعته، تستطيع أن تأخذ ما شئت. فإذا في الترجمة النص الأصلي عرض عليك البضاعة وهي information. information، هذه الانفورميشن انت يعني لست مجبرا ان تاخذها كلها وتجبر نفسك عليها كانك عبد، بل تنظر فيها ويكون لك راي، يكون لك راي في هذه المعلومات لكي تعرف كيف ان تضعها في الثقافه التي سوف تترجم اليها. هذه هي الفكره، لك راي، لك اهميه. قضيه تشبيه الترجمه بالسلعه التجاريه
هو يعني هي ليست من القضايا الجديدة، بل حدثت منذ وقت طويل، ومن هنا أصبحوا يشبهون التواصل، الباحثون يعني يشبهون التواصل بأنه communicative transaction، عبارة عن صفقة اتصالية على أساس صفقة، ويقولون إن المترجم واجبه أن يعمل negotiation، يعني تفاوض في المعنى، كأنك تتفاوض على السلعة، السلعة هي المعنى وتتفاوض عليها. هذا ما ذكر في عدة يعني دارسين وباحثين. انظر إلى نظرية الريجستر لمكايل هاليداي، وانظر أيضا لكتاب Discourse and the Translator لباسل حاتم وإيان ميسون، شرحنا ذلك أيضا في دروس سابقة. ويقولون بأن هذه النظرة اللي هي سكوبوس ثيري عبارة عن نتيجة لتأثرهم بماذا؟ بنظريات الفلسفة الإنشائية الـ Constructivist Approach، Constructivist Comprehension Theories. فقط للعلم أود أن أذكر بالنسبة للـ Constructivist، يعني مهتمون أكثر شيء هم في تعليم العلوم والأشياء، يعني تعليم كل شيء للطلاب، فهم يقولون إن الطالب عنده أفكار، وأنا من واجبي ليس قضية أن أقدم له أفكار جديدة، بل أحاول أن أجعل تعليمي يخرج من ذهن الطالب. نراجع في ذلك نظريات هارفي سيلفر الذي تحدث عن هذه الآلية والإجراءات، النيو أمريكان ليكتشر، فاخترع شيء يسموه الهوك والكيندلينج أند بريدج، وذكر كيف يمكن لك أنت كمعلم أن تجعل الطلاب هم بأنفسهم يخرجون هذه المعلومة الجديدة من رؤوسهم حتى وأنك لم تتحدث بهذه المعلومات، أو على الأقل عندما تتحدث عن المعلومة الجديدة يكونوا أصلا قد جهزوا دماغهم لمعرفتها. على كل حال، هي فلسفة مهمة في هذا المجال، تعتمد على الأسلوب الكمي وليس النوعي، وهي جاءت لتعارض البوزيتيفيست أو ما يسمونهم الوضعيون المنطقيون أو الوضعيون الجدد. motivations، لماذا نظرية سكوبوس؟ ما هو الحافز من ذلك؟ نجد كلمة مفتاحية هنا، gap between practice and theory. إذا هذه هي أهم النقاط الموجودة بنظرية سكوبوس. سوق العمل، ماذا أستفيد إذا تعلمت الترجمة نظريات معينة ولكنني عند التطبيق لا أعرف كيف أطبقها في الممارسة العملية، يعني في سوق العمل؟ فهذا هو السؤال الذي طرحته نظرية سكوبوس. فإذا تقول هذه، عدم وجود ارتباط بين الممارسة والنظرية هي مشكلة الإكوفالنس ثيري. فلذلك قال نحن نريد أن نتجاوز الإكوفالنس ثيري بأن نقدم جسرا يربط ما بين سوق العمل والتعليم. وأعتقد بأن هناك كثير من الأشخاص الذين يفكرون بهذا المنهج. على ما أذكر، يعني كنت دائما أسمع الطلاب عندما يأتون يأخذوا دورات في الترجمة منذ أكثر من 20 عاما، كانوا دائما يقولون نريد سوق العمل، نريد أن نتعلم من سوق العمل، نريد أشياء تطبق بسوق العمل. وكثيرا من الأشياء يعني نسمعها من الطالب يقول أنا لم أتعلم ذلك في الجامعة. نعم صحيح، لأن التعلم بالجامعة هو تعلم يعني المهارات الأساسية والأشياء التي يجب عليك أن تدركها. يبقى هناك إشكالية كيف ربط هذه الأشياء التي تعلمتها وهي أساسية في الجامعة، بدونها لن تستطيع أن تترجم، مع متطلبات سوق العمل. فهذه هي الفجوة الموجودة، هي فجوة طبيعية موجودة طبيعية يعني بكل جامعات العالم. بعد الجامعة هناك فجوة مع سوق العمل، هذا شيء طبيعي موجود. فيما يخص الترجمة، نظرية سكوبس قالت نحاول أن نجسر هذه الفجوة. يقول أيضا الآن فيرمير يتحدث عن النظرية أكثر، فيقول إن الأكشن ثيري، نظرية الأكشن ثيري هي من إحدى الأشياء التي جاءت لتقدم شيئا لسكوبس أو تعتمد عليها سكوبس من أجل تحديد الغاية، الأكشن. فخلاصة الأمر هي الأكشن ثيري موجودة في علم الاجتماع، ولا نريد أن نتحدث عنها لأنها نوعا ما معقدة، ولكننا نأخذ الخلاصة الموجودة هنا بأن التصرف هو نفسه أن يكون لديه غاية، أن يكون لديه نية برغبة الشخص لفعل شيء أو تغيير شيء أو في العالم أو في الطبيعة. وبما أن الترجمة هي بالأصل فعل فله اتصال، يعني له قصد، فلذلك لابد من وجود غاية له. على كل حال، هذا كلام نوعا ما، ليس نوعا ما، هو كلام فلسفي،
نقول إن الأكشن ثيري يعني اعتمد عليها سكوبوس ثيري على أن لكل فعل غاية، هذا هي القضية، والترجمة فعل، فإذا الترجمة لها غاية، لا نريد أن نزيد أكثر من ذلك. Translation Brief، كما تجدون هذا مثال على Translation Brief. كيف تكون القضية هنا؟ أنت كمترجم تصلك الترجمة، النص للترجمة، قبل أن تصلك هناك فقرة يكتب فيها بريف، هي توجيهات العميل، قد يكون بالإيميل، قد يكون بأي شيء، يكتب لك أريد منك أن تترجم كذا، الموعد الفلاني، الدقة الفلانية، أحتاج منك أن تفعل كذا وكذا وكذا. أعطيكم مثالا على هذا البريف، جاءتك مقالة ممكن تترجمها بألف طريقة، لكن العميل قال لك هذا بحث علمي أكاديمي منشور في المجلة الفلانية ببريطانيا، نريد أن نترجمه إلى اللغة العربية لكي نتمكن من نشره في المجلة المحكمة العربية الفلانية، موضوعنا هو كذا وكذا وكذا، بيعطيك خلاصة عن الموضوع، ما هو شو الباك جراوند انفورميشن، وتحاول أن تترجمه. هذا ما نسميه بالنظرية اللغوية العرقية اللي هي norm of interpretation، norm of interpretation. هنا الآن هذه تسمى بريف، فهذه البريف تأخذ الخلاصة تطبقها. بالنسبة للمثال الذي طرحته الأخوة الأكارم، إذا أردنا أن نترجم مقالة من أجل نشرها في مجلة محكمة عربية، يجب علينا أولا أن ننظر في تلك المجلة ما هي معاييرها، ما هي شروطها، وأيضا اللغة المستخدمة يجب أن تكون أكاديمية. أما إذا قال أنا أريد أن أنشرها في جريدة، في مجلة ترفيهية، في شيء من هذا القبيل، فنغير الستايل في الكتابة، لا يجوز أن تكون لغة أكاديمية، تكون لغة عادية، بنعمل سمري أحيانا، بنعمل اختصارات، تقديم وتأخير، لنا حرية كبيرة مطلقة فيها، بينما إذا نشرناها كبحث هذا يختلف تماما. إذا هذه هي النظرية بشكل عام، هذا هو Translation Brief. هناك الآن تطور تاريخي لهذه النظرية، نريد فقط أن نتجاوز القضايا التاريخية، فننتقل الآن إلى Directives and Rules. فهناك عدة ست تعليمات ظهرت، أو Directives، توجيهات من أجل اللي هي نظرية سكوبوس ثيري. ما هي؟ ما هي الست محاور؟ ما هي الست فلسفات الموجودة في نظرية سكوبوس؟ أولا، إن النص المترجم (translatum) يعني هي الوحدة المترجمة أو النص المترجم، يحدد بغايته، سكوبوس بغايته، إذا الغاية هي التي تحدد النص المترجم. الفكرة الثانية كما قلت لكم، النص المترجم هو عرض يقدم بالمعلومات، نأخذه ونقدمه في ثقافة الهدف. إذا معلومات نعرضها للعربية بعد أن أخذنا المعلومات من اللغة الأصلية، لكن انتبهوا يركزون على culture and language، إذا وفقا لسياقها اللغوي وفقا لسياقها الثقافي. Translatum does not initiate an offer of information in a clearly reversible way. النص الترجمة لا يقدم معلومات بطريقة يمكن عكسها، reversible way، يعني هذه تتعلق بالdirectionality، بالequivalence theory. بمعنى آخر، إذا ترجمت أنت النص بالإنجليزي للعربي ثم أخذت النص العربي اللي أنت ترجمته أعدت ترجمته للإنجليزية، هل بيطلع نفس النص؟ وهل من الضروري أنه يطلع نفس النص؟ وفقا لنظرية سكوبوس، ليس من الضروري أن يكون النص نفسه. يعني بمعنى آخر، هل النص العربي اللي هو للتبرع، اللي حكينا عنه، تبع الفيضان وغيرها، ترجمناها للإنجليزي بالطريقة التي تحدثت عنها، إذا أعدنا ترجمة النص الإنجليزي إلى العربي ستختلف الترجمة. فيقول وفقا لنظرية سكوبوس، لا مشكلة في ذلك، not clearly reversible way. A translator must be internally coherent، المفروض المحافظة على الكوهيرنس داخل الوحدة المعنوية داخل النص. ذلك نجده في كتاب Introduction to Text Linguistics، لمزيد من المعلومات، لديبو جراند ودريسلر. Translator must be coherent with the source text. هذه نوعا ما مهمة، أن يكون التماسك أيضا وفقا للنص الأصلي. فإذا هنا أيضا تحل مشكلة موضوع الخيانة في الترجمة، إنك لا تستطيع أيضا هنا، يعني صح إنك في عندك غاية، لكن حسب تعليمات العميل التي لديك، يعني لا تستطيع أن تخرج تماما عن النص الأصلي، يجب أن يكون هناك تماسك ترابط بينها وبين النص الأصلي.
المبدأ السادس بأنه هذه الخمس قواعد تمشي فيها واحدة واحدة بالتدريج بالتدريج. أهم شيء السكوبوس، تطبق السكوبوس أول، وبعدها بعد ما تطبق السكوبوس تنظر في جميع النقاط التي تليها. هذه القواعد يمكن تلخيصها بعدة بثلاثة، هي قاعدة الغاية، قاعدة التماسك اللي هو من نص المترجم، وقاعدة إيش اللي هي الفيدلتي اللي هي ما يسمى الموثوقية في نقل الكلام، يعني تنقل معلومة ما يكون في تضارب بالمعنى، ما يكون في تغيير بالمعنى، ما يكون في أشياء من هذا القبيل. فأنا اللي هذه هي النقطة الأساسية. هذا الشيء فلسفيا في عليه نقطة استفهام أسألكم إياها. يعني هناك رواية ترجمت قبل حوالي 20 عاما اسمها Princess in Love، اللي هي الأميرة ديانا، اللي لو قرأت النص الإنجليزي، الغريب بالأمر قرأت النص الإنجليزي وجدت بأنه هو توجهه لشيء معين، الكاتب بيشرح ديانا شو عملت، وين راحت، وين أجت إلى آخره، ويحكي قصتها وقصة مشاكلها اللي كانت مع زوجها إلى آخره. بينما الترجمة وجدت بأنه كان يحذف كما يشاء ويغير كما يشاء ويحط صور ويقول إنها عصبية من شارلز، إنها حياة شارلز أصبحت جحيم كذا، وهذا الشيء غير موجود في الأصل. إذا ما طبقنا هذا المبدأ، هو نبدأ بالسكوبوس. السكوبوس أفترض، لا الآن ما بعرف السكوبوس اللي كان عنده، لكن أفترض أنه من أجل التسويق أنه نظر قال العرب مهتمين أن يعرفوا كل ما يهمهم، مثلا أنه ديانا مختلفة مع زوجها، فقال إذا أنا أعمل الرواية كلها في الترجمة كلها عبارة عن أنه ديانا مختلفة مع زوجها، فأبرز هذه العناصر كلها، حذف ما يريد وأضاف ما يريد. الكوهيرنس رول في تلك الرواية كما قلت، أنا قرأت الترجمة لم أجد فيها كوهيرنس، عملت تحليل لها على مستوى وفقا للموتيفز والباوند موتيفز والفري موتيفز، عملت هذا وجدت انه في انفصام كامل بالكوهيرنس، ما وجدت فيها كوهيرنس صراحة. من ناحية الفيدلتي ما في شيء من الفيدلتي كان، او شيء يذكر من الفيدلتي مش موجود. ولكن القضية الآن انه السكوبوس اذا كانت فعلا الغاية انه هي التسويق فقط ونشر الكتاب بأسرع وقت ممكن ويسوق فقط من اجل ان يكسبوا المال، فهذا يعني معناها هي لا نستطيع أن نفعل أي شيء في الناحية الثانية ولا الثالثة وفقا لهذا المبدأ سكوبوس. وهنا تطرح قضية أخلاقية، أنه هل إذا كان أنا المبدأ الغاية، الغاية من الترجمة هو مادي والعميل فقط يريد أموال، وقال لي خرب النص وغير وبدل، هل أنا يجوز لي أنا كمترجم أن أفعل ذلك أم لا؟ هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه، لأنه لا شك بأنها قضية يعني فلسفية. أنا أتوقف هنا عن هذا الحديث عن نظرية سكوبوس. هناك في هذه المقالة الجميلة بمقالة ويكيبيديا هناك معلومات جميلة جدا عن الموضوع، لكنني أعطيتكم الخلاصة حول هذه النظرية، ويمكنكم أن تستعرضوا أشياء أكثر وتقرأوا عنها أكثر. حاليا على حد علمي هناك تأثير كبير لهذه النظرية، على حسب علمي بأن هناك كثير من الجهات التي تدرب الترجمة في أوروبا، أو بعض الجهات على الأقل عندما يدربون الطالب يضعون له بالبريف ويقول له ترجم على هذا الأساس، فبعد أن ينظر المدرب في الغاية أنها تحققت ينتبه إلى الكوهيجن والكوهيرنس والنصوص الأخرى، وينظر إلى الفيدلتي وغيرها من الأمور. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة أو هذا اللقاء يعني مفيدا لكم في نظرية سكوبوس التي تساعدنا في سد الفجوة ما بين النظريات في الترجمة وما بين سوق العمل. نتمنى لكم التوفيق، تابعونا في محاضرات لاحقة من سلسلتنا هذه في نظريات الترجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.